يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية. مائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 35، الصغرى 22، الإسكندرية 26 18، مطروح 24 18، بورسعيد 28 22، الإسماعيلية 37 20. وإلى السويس، حيث درجة العظمى 37، الصغرى 21، العريش 34 22، طابة 30 25، شرم الشيخ 40 27، الغردقة 39 27. وإلى الأقصر، حيث درجة العظمى 41، الصغرى 25، أسوان 42 26، الوادي الجديد 42 28، شلاتين 37 26، حلايب 35 25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.